مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من تختيم الكوابيس الصغيرة، وهذه الحلقة الثالثة. تكلم لغة عربية. هلا شباب، الحلقة الثالثة من تختيم اليوم. كما نعيد الذكريات إلى الحلقة اللي طافت، أخذ الأحداث اللي صارت، يعني نحتاج المفتاح علشان نفتح هذا الباب. حلو، مكان شكله مخيف فوق، ساعة طايحة وما أدري شنو. حلو، ممكن هذا نحطه هنا. ها طه. حلو، فتحنا الباب. هذا مكان غريب عجيب. في شي شكله شي سري. نرجع نشوف ال اول واحد فوق تاج، واللي تحت زائد، يعني هذا نخليه مني عدل. ممكن نجيب اللي برا بعد. ايوه، سحبه هني ونحطه وينه هني. ايوه، الامور كل شيء مضبوطه، فلتها تحت ان شاء الله ما تنكسر. بس هاري قالوا حطه هنا. ها اوكي صح. هذا هني، هذا اعتقد هني. لا حطه. حين حلو، انفتح الباب. ما ادري والله ساوي واش. 1 hour later. صار لي 10 دقايق، صار لي 10 دقايق والله. دور سر غريب عجيب هذا. اخر شيء طلع المصباح عليك تدوس فوق. والله اسرار غريبة عجيبة مخيفة.
نفس البداية، نقدم لكم أخبار اليوم في هذه اللعبة الكبيرة. حلو، هذا حمام، صوت مواعين. هذه جيبها مني. اصوات ناس تتعذب من تغسيل مواعين، ما ادري شنو. خش مدرسة هذه. ايه انا قلت لكم اصوات مواعين. كم واحد؟ ادهى، تعال تعال اللي فوق، تعال يلا. شري يعني؟ هذا ما فقدت راس انا، هذا شري يعني؟ نحتاج هذي عشان نضربهم له. ممكن ما يعرفوني الحين. هنشوف. فكروني واحد منهم. ازعاج هالمكان هذا. خوش خوش. عافتين مدرسة عفاس هدني. هلب قتلني. ليه طيح اول شيء هذا؟ فور، هذا فور ملطم هذا. صاحبنا وين هون الحين؟ صاحبنا وين هو؟ صاحبنا براك فوق الشمسية هذا. انزل يا ولد. انكسرت خسارة. ناخذ هذه ونرميها على الباب، ممكن بهالطريقة. اكو واحدة ثانية بس بتنكسر. ما تنكسر. رمها مني. شلون؟ ما هذي اللي شغله. وما طبيت. ايوه
ما نط عدل ما نط عدل. أيوة كسرهم كسرهم، هاي داخل مخ. ممكن هذا اللي نحتاجه. رد نرجع، شلون ننزل الحين من هنا؟ ننزل على صح. الو المخ، ممكن المخ خلنا في داخل المخ. ها بالمخ يمكن، ها بالمخ نفتحوه. بل 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 بل. ما ادري هذه هنا الكلبه. قاعد تطبخ ليها جيعانه، ها طلعت سكين تطبخ ليها مخ ومصارين ومع الكلاب ما ادري شنو مقط عليها. رد بترجع لو نروح. ايوه 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 تحب تاكل المخوخ هذه، ها نركب فوق نون. صيدنا ايوه. اكلتني. اكتب وات، اكتب دراسات عن المصارين وعن الكلاب وعن لحومه. وين اروح لهين؟ فوق. لا تقول لي ان شاء الله ما يطيح علي الكبت. انا مكان غريب عجيب. ايوه 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 لا ما التفت انا في فوق شيء. هم ده صار جليتش، صار جليتش. تعال 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 قم، تعال الثاني قم، كسر راسكم هنا وما كسر راسكم.
هم تعال تعال تعال. ما ضربت عدل. نوم يلا. هم شو ما ضربني. غريب داخل كبت ها. ما ادري انه في وراء قشاشين هذلين. الليل نافخاخ غريبة عجيبة. اكو معلقينها فوق. هم ما في واحد. تكسر هذه. هلا 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 بصديقتي. قومي قومي تعال وياي تعالي. الله لعبة غريبة عجيبة. تعال وياي. الله حركات رومانسية. شي تاني. تعال وياي. بيانو. وين نروح الحين؟ وين مودينا؟ نهدي يعني كسر الأرض. بل نعزف على البيانو. نغمات مون الأحادية. أنا ما أدري ليش الشباب لما حصلت روفي ليش ما يطلع في التسجيل عندي. ما أدري لاوة. يلا يلا حلو حلو حلو. اخترب. الو حلو. شو الحال؟ نحتاج مفتاح حق هنا. حلو بنروح هناك. تلعب بالمفتاح هذا. راح يسوي لي اشارات عشان يروح ليه. والله لعبه خرافيق. هم شفت كيف الذكاء. عافية عليه شطيب. الشغل الموسيقى عشان هذا يروح. الله 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 الله. ذكاء.
اللعبة ينبليها مخ هذه. ايوه ناخذ المنجل. بل هجم عليه، عفية عليش، كسرت راسه. يلا مشي زي مشي. طلعت مو سهلة بعد، راحت وكسرت راسه، طلعت مو سهلة بعد. صوت بيانو. والله اللعبة عجيبة عدل. وديني فوق. ايوه تعال يصيدوك. يصير نركب من هنا. هلو هذا من اللي يعزف لو تشيل اللعبة. المدرسة الشيطانية. ممكن لما تعزف نشغل هذا ال كلبه. تصور حق قاعد تعزف بعد تعلم. وقف حسن، لا تتحرك خلاص. ام الديفان هذي. ما اقدر اشكح، لازم اجر هذيك. لا راحت علينا اليوم. قلبي يرجع. شلون ما تسمع صمخه هذي؟ ايوه كتبي. رس واه لكرتني. حلو رجعنا من هنا. دي ما سمعت. روح سرع. بل. آه.
استهدي بالله مره. با كوك با دور دور. قاعد دور. نجينا منها بأعجوبة نادرة. لعبة عجيبة. ملابس. اللي لعب الجزء الأول يا شباب من هذه اللعبة، هذه الشخصية اللي لابسة أصفر كنت ألعبها في الجزء الأولي. قبعة ما يصير ياخذها. ايوه يلا تعالي. طرد مرمي في الارض. ما في شيء سري مني منك. حلو وصلنا مرحلة جديدة. هذا مكان غريب، شكل نفس المستشفى. مكان شكله نفس المستشفى شباب. وهذه هني نكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم. بل 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 شو ما طبيت جودني جودتني اللي وياي. هني نكون وصلنا حق نهاية حلقتنا شباب. صبري يا طيبة خلنا أختم الحلقة. الحلقة الجاية راح نواصل. انتظرون في الحلقات الجاية. اوكي شباب.